راح تكون مع الطفلة السورية اللي أبكت العالم وهزت مواقع التواصل الاجتماعي، وين ظهرت وهي تبكي في الفيديو. كانت يعني كانت تعبر على شدة البرد والجوع والآلم. فوالا دونك يعني ما كانش اللي ما شافش الطفلة السورية، كان دار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر هذا المقطع من فيديو. يعني كانت تقول باللي الأخت تاعها ماتت من البرد، وقالت باللي كيفاش العالم كامل لهم دفيانين إلا هما ماشي دفيانين. فوالا دونك هذا هو المقطع اللي دار حالة في السوشيال ميديا، وكانت تحكي على المعاناة تاعها مع العائلة تاعها، من يعني كانوا هما يعانيوا من قلة حطب التدفئة، ما عندهمش لي موايان يعني باش يدفيو رواحتيهم ولا فوالا. دونك هما عايشين في النزوح، يعني في مخيمات النزوح. فوالا دونك نشوفوا هذا المقطع الفيديو اللي داول نعاود نوليه. داكوغ. ما بعرف كيف نقعد بالبيت، مش هصفهم نقعد، عطشت الزيتون، نلمه ونحطه في الصابة، نشخصها زي ما تدفع عليها، نحط غيرها، نكون في الزيتون، هنا كلهم دفيانين إلا نحنا هنا دفيانين، برد كتير. يعني يلا تفضلي تفضلي. دونك يعني كانت تحكي عن المعاناه تاعها، وقالت يعني حتى من شده البرد ما تقدرش كي ترقد ما تحش بالاطراف تاع الجسم تاعها، يعني من شده البرد ما كاش حاجه. يعني احنا كبار ما نتحملوش البرد. بخير انا داخل دار، يعني كما يقولوا دار مغلوقه عليكم، وكان عندك شوفاج وعندك، ولكن هكذاك وتموت بالبرد ولابس حوايج وكاع. انا اعتقد راهم في المخيمات اللي راهم. انا اعتقد مثل هذه الصور وهذه الشخصيات هم اولئك الذين يستحقون ان نكتب عليهم.